في الفترة الأخيرة في ناس كتير طلبت مننا إن احنا نتكلم عن منح في أوروبا، بالتحديد منحة في هولندا. طيب إيه المتاح دلوقتي في هولندا؟ متاح منحة الحكومة الهولندية، ومنحة الحكومة الهولندية بتقدم لك الفرصة إنك أنت تدرس بكالوريوس أو ماجستير في واحدة من الجامعات المشاركة في المنحة. يعني بكل اختصار كده تقدر تحصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير من هولندا في واحدة من الجامعات اللي أنت عايز تدرس فيها براحتك. هما مدين لك اختيارات، تقدر تختار واحدة من الجامعات دي، مفيش أي مشكلة. خلال الفيديو بتاعنا هنتعرف على التفاصيل الخاصة بالمنحة، هنعرف ايه هي المميزات الخاصة بالمنحة، هنعرف ازاي نقدر نقدم على المنحة. كل المطلوب من حضرتك انك انت تتابع الفيديو من البداية للنهاية. لو انت عايز تستفيد من الفيديو تعرف ازاي تقدر تقدم بنفسك، لو لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على اول علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها اول باول. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا نتعرف على كل حاجة بالشرح. العب. ازيكم يا شباب، مرة تانية زي ما قلنا بنتكلم عن منحة الحكومة الهولندية. طبعا المنحة دي في هولندا بتقدمها لك الحكومة الهولندية، وبتقدر تدرس فقط في واحدة من الجامعات الحكومية المشاركة في المنحة الهولندية أو المنحة الحكومية الهولندية أو منحة حكومة هولندا زي ما تسميها. والجامعات دي موجودة على الموقع الرسمي، خليك تشوفها، أو موجودة على الموقع بتاعنا لو حضرتك حابب إن أنت تتعرف عليها. طيب بالنسبة لي المنحة دي بتقدر تحصل على درجة ايه؟ زي ما قلنا في بداية الفيديو، بتقدر تحصل على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير. درجة البكالوريوس بيحصل عليها شخص يكون خلص فعلا الثانوية العامة يقدر يقدم على المنحة. خلي بالك انت مخلص ثانوية عامة من سنة ولا اتنين وعايز تقدم على المنحة دي وتم القبول، انت بتبدأ الدراسة بتاعتك من الأول. أو لو انت في ثالثة ثانوي حاليا بتقدر تقدم بشهادة الصف الثاني الثانوي، طبعا الترم الأول والترم الثاني، تمام. أما بالنسبة للي عايز يقدم على ماجستير فهو يقدر يقدم لو هو خلص بالفعل بكالوريوس أهو في آخر سنة في البكالوريوس، فبيقدم بيان درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعته في البكالوريوس. أهم حاجة يكون في اخر سنه في البكالوريوس بتاعه. طيب بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم، اخر ميعاد للتقديم مش هتلاقي ميعاد ثابت، والكلام ده موجود على الموقع الرسمي الخاص بالمنحه، لان في ناس بتكتب في الكومنتات لما انت ما قلتليش على اخر ميعاد للتقديم انت فتني بايه في الفيديو. اقول لك الموقع الرسمي الخاص بالمنحه نفسه كاتب ان اخر ميعاد للتقديم بيعتمد على الجامعه اللي انت عايز تقدم عليها، فانت المفروض بنفسك حضرتك تدخل على الجامعه اللي انت عايز تقدم فيها وتعرف ايه هو الديدلاين الخاص بيها، وبكده ده الديدلاين اللي انت هتمشي عليه، وتكون عارف ان انت المفروض تقدم قبل ما يجي الوقت ده عشان خاطر المنحه ما تفوتكش. فدي حاجه موجوده على الموقع الرسمي. طيب هنا في الجامعات البحثيه المشاركه في المنحه الجامعات دي، وهنا في جامعات العلوم التطبيقيه المشاركه في المنحه الجامعات دي. طيب بالنسبه لمميزات المنحه، المنحه دي بتقدم لك مبلغ بقيمة 5000 يورو، ال 5000 يورو دول انت بتحصل عليهم في السنة الأولى من دراستك الجامعية. خلي بالك إن المنحة دي مش منحة مؤولة بالكامل، دي منحة جزئية، يعني ليتس سي إن البرنامج بتاعك 4 سنين، هم في السنة الأولى بيدوا لك تمويل 5000 يورو، طيب بعد كده هيكون التمويل عليك ولا عليهم؟ دي الله أعلم. يعني إيه الله أعلم؟ يعني ربنا اللي يعلم بيها. انت ممكن تحصل على منح وانت هناك فتكمل الدراسه بتاعتك بشكل مجاني، او ما تعرفش تحصل على منح فبعد كده هتكمل دراسه على حسابك. فالحته دي انت لازم تكون متفهمه ان انت عايز تروح هولندا، عايز تدرس في هولندا مع المنحه الحكوميه دي، فبالتالي انت بتقدر ان انت تحصل على تمويل في اول سنه بقيمه 5000 يورو، ولكن بعد كده انت محتاج وانت في السنه الاولى تدور على المنح الثانيه اللي هتقدر توفر لك التكاليف بتاعت الدراسة بتاعت السنوات القادمة، يعني السنة التانية التالتة الرابعة على حسب البرنامج بتاعك هيكون كام سنة. ودي بتكون واحدة من المشاكل الموجودة دايما في المنح اللي موجودة في أوروبا، عشان كده مش بحب إن أنا أشرحها كتير على القناة والناس بتستغرب. أنا بحب أجيب لك المنح اللي هي بتكون مؤولة بالكامل أو المنح المؤولة جزئيا، بس يكون مثلا بتغطي لك دراسة، تدي لك راتب محترم، هيكون باقي عليك تكاليف الطيران مثلا تقدر إن أنت تدفعها مثلا كده، يعني فاهم. ادي منحه الحكومه الهولنديه حابين ان احنا نشرحها، انا ما عنديش اي مشكله اشرح لك اي منحه، الموضوع بالنسبه لي ما فيهوش اي مشكله اطلاقا، لكن الموضوع بيكون في ناس بتتضايق ان انا بشرح المنح دي، انا بشرحها لان في ناس عايزاها فلازم اشرح لك كل. طيب بعد كده هي شروط التقديم على المنحه، بيقول لك ان انت خارج الاتحاد الاوروبي، تمام، ان انت عايز تقدم على بكالوريوس او ماجستير بدوام كامل في واحده من المؤسسات التعليميه الهولنديه المشاركه في المنحه زي ما احنا قلنا، حضرتك تكون مستوفي المتطلبات بتاعت الجامعه اللي انت بتقدم عليها، وكمان ما تكونش عندك اي درجه علميه من هولندا قبل كده. مطلوب منك طبعا تملى الابلكيشن الخاص بالجامعه اللي انت هتقدم عليها، بعد كده صوره شخصيه، السيره الذاتيه، المقالات المطلوبه، خطاب توصيه، طبعا كمان لو في اي متطلبات خاصه بالجامعه نفسها تقدر انك انت
تستوفيها على حسب كل جامعة. ده الموقع الرسمي، تضغط عليه تفتح معاك الصفحة الرسمية الخاصة بالمنحة، وادي التفاصيل بتاعت المنحة، بيقول لك عن المنحة، بيقول لك ان هما بيحطوا لك 5000 يورو، هو كمان هنا بيقول لك الكرايتيريا، كل حاجة ذكرناها موجودة. تمام، ده الموقع الرسمي. الديدلاين بيقول لك the application for the academic year 2025-2026 is open now، بيقول لك انت تقدر تقدم على الابلكيشن دلوقتي متاح. هنا خلي بالك بيقول لك please check the website of the institution you want to apply to for the deadline او deadlines، يعني بيقول لك ان هنا الديدلاين تقدر تعرفه على حسب الانستيتيوت، هنا انت بتترجمها معاك، لكن هنا بيقصد بيها الجامعه اللي انت هتقدم عليها. طيب هنا زي ما قلنا ادي الجامعات المتاحه، هنا العلوم التطبيقيه، هنا الجامعات البحثيه على حسب انت عايز تقدم على ايه، ولكن يونيفرسيتي اوف تورنتو بنضغط عليها بتفتح معاك الصفحه الرسميه الخاصه بالجامعه، تقدر تعرف هنا كل التفاصيل الخاصه بالجامعه، الكونديشنز، هنا الديدلاين الخاص بالجامعه لغايه امتى، لو في حاجات انتهت، في حاجات لسه هتنتهي، how to apply، ازاي تقدر تقدم. هنا بيقول لك apply لو انت عايز تقدم على الجامعة دي مثلا، لو انت كل التفاصيل بتاعتها مناسبة بالنسبة لك، البرنامج موجود، كل حاجة موجودة، لو انت عايز تشوف جامعة تانية بتقدر تضغط على الجامعة التانية، ايا كانت ايه الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها تقدر ان انت تفتح التفاصيل بتاعتها، ايا كانت الجامعة تقدر انت تشوفها، بعد ما تشوف الجامعة مناسبة بالنسبة لك تعمل حساب عليها وبتقدر انت تقدم على الجامعة. فدي كل حاجة خاصة بمنحة الحكومة الهولندية. اتمنى الشرح كان واضح بسيط، لو في عندك اي سؤال او استفسار ما تقلقش، في الفيديو بتاعنا اتفضل انسى في الكومنتات، هحاول ارد عليكم جميعا قدر الامكان، واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.